غدا ايضا بعد مباراه النصر والوحده الاماراتي في الساعه 9 مساء على بتوقيت الرياض راح يلتقي الهلال السعودي مع بيرس بولس الايراني، مباراه ايضا تجمع احد اكثر الانديه السعوديه تحقيقا لدوري ابطال اسيا امام النادي الايراني الاكثر تاهلا الى نهائيات دوري ابطال اسيا، فبالتالي طريق النهائي دوما كان اما عبر الهلال او عبر بيرس بولس، هي مواجهة الكبار. نتابع. يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض عند 9 من مساء غدا السبت مواجهة الهلال السعودي وبيرس بولس الإيراني في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021. يدخل الهلال السعودي ربع النهائي وهو يطمح لاستعادة اللقب من جديد بعد أن ظفر بلقب النسخة قبل الأخيرة. وصل الفريق السعودي إلى دور الثمانية بعد فوزه على الاستقلال الإيراني في دور 16 بهدفين دون مقابل. يعتبر الهلال من أبرز المرشحين لخطف اللقب لما يتمتع به من إمكانيات وعناصر قادرة على تحقيق النتائج المرجوة. فريق بيرس بولس الإيراني كان النسخة الماضية على بعد خطوة من تحقيق اللقب، لكنه خسر ذلك أمام أوسان الكل الجنوبي في المباراة النهائية. يسعى لتوظيف تلك التجربة والخبرة في مواصلة مشواره نحو تحقيق لقب النسخة الحالية. بيرس بولس بلغ دور ربع نهائي إثر فوزه على الاستقلال التاجيكي بهدف دون رد. يعتمد البرتغالي جارديم مدرب الهلال على الرباع الأجنبي الذي يتقدمهم الكوري الجنوبي جان هيونسو والبرازيلي بيريرا والمالي موسى ماريغا والفرنسي بافيتيمبي غوميز، كما استعاد الهلال خدمات لاعبيه المصابين قبل خوض المعترك الأسوي بدءا من سالم الدوسري والبرازيلي بيريرا ومحمد البريخ، فيما سيغيب الظهير الأهم ياسر الشهراني. الآمال كبيرة بتجاوز بيرس بولس الإيراني والوصول إلى مباراة مرتقبة مع جاره النصر في نصف نهائي آسيا، وهو ما يعني ضمان الطرف السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا والذي سيقام في الرياض.